طيب، من ضمن الموضوعات الحقيقة المهمة جدا، وهو ده موضوع حديثنا النهاردة في فقرتنا الحوارية، ما يخص حقوق الإنسان. يعني امبارح كان في مؤتمر شامل عن حقوق الإنسان، ودايما يعني بقالي فترة كده لما كنت في الجامعة كنت عملت كتاب عن حقوق الإنسان، مهتمية جدا بهذا الجزء جدا، لأن ده حق من حقوقنا. يعني ما أجمل أن يعيش الإنسان حرا أبيا موفور الكرامة، إحساس جميل. وأهم ما فيه أنك تقدم حقوق الإنسان للإنسان البسيط اللي مش قادر يطالب بحقه. والحقيقة ده جزء مهم جدا من اللي بتقدمه الدولة من خلال مبادرة حياة كريمة. المبادرة دي بتقدم للإنسان البسيط سكن آدمي، كمان حياة صحية فيها خدمات ملائمة، مياه شرب نظيفة، صرف صحي. كان يعني دايما بيبقى فيه شكوى من الصرف الصحي، لكن دلوقتي الحمد لله بيقدم هذا المبادرة دي الحقيقة بتقدم صرف صحي مناسب ومعالج وما فيش أي شكوى منه، تعليم، صحة، كل ما هو مرتبط بحقوق الإنسان مرتبط بهذا المشروع القومي حياة كريمة. عشان كده مهما تحدثنا عن هذا المشروع مش ممكن أبدا نزهق منه، لأن المشروع ده بيخلينا نحس قد إيه الدولة بتحس قوي بالإنسان البسيط. المبادرة دي أطلق طبعا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبدأت الحمد لله بتلقى رواجا كبيرا جدا في عدد كبير جدا من القرى، وبتحسن جودة حياة المواطن، وبدأ الناس الحمد لله بتحس بهذا مع الرضا التام اللي بقى موجود في عدد كبير جدا من القرى، اللي حوالي تقريبا 1400 قرية دلوقتي، ولسه كمان القادم أفضل. طيب خلوني أرحب بضيفتي دلوقتي أستاذة آية عمر، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، نتحدث باستفاضة أكتر عن هذا الموضوع، وصلنا لغاية فين وإيه اللي فاضل، لأن الحقيقة في عدد كبير جدا من الناس اللي موجودة في هذا المشروع القومي ومتحمسة له. مساء الخير يا أستاذة آية. مساء الخير أستاذة رانيا، أو مساء الخير على مشاهدينك الكرام. أهلا بك. كلمينا بقى عن مبادرة حياة كريمة، وصلنا لغاية فين، مستوى الرضا التام. طبعا يعني مصر لا يعني تتهاون عن وجود رضا تام للمواطن، بنقدم له الخدمة بس لازم يبقى فيه طبعا رقابة، ولازم يبقى فيه تواصل، هل وصلنا للرضا التام ولا لا. فكلمينا على هذه المبادرة، وصلنا لغاية فين. الحقيقة خليني أبدأ كلامي إن بيتم تداول عدة مصطلحات حاليا، زي مشروع قومي حياة كريمة والمبادرة الرئاسية حياة كريمة ومشروع تنمية قرى الريف المصري، ولكن هما الثلاثة تقريبا حاجة واحدة بتهدف إلى في مظلة بتعمل في مظلة المبادرة الرئاسية حياة كريمة اللي تم إطلاقها سيد الرئيس في 2019 زي ما حضرتك قلتي بالظبط. طبعا هي المبادرة حاليا وصلت في المرحلة الثانية منها، المرحلة الثانية اللي بدأ التنفيذ فيها في 1376 قرية على نطاق 51 مركز في 20 محافظة. تقريبا بدأ التنفيذ من أول مارس، وده إنجاز كبير لأن المرحلة بدأت من أول يناير التخطيط ليها. التنفيذ حوالي تم في 18 محافظة من إجمالي 20 محافظة، على في البنية التحتية تم في 25 مركز من إجمالي 51 مركز، ودي تم رصدها من قبل فريق الرصد الميداني لمؤسسة حياة كريمة على مستوى المحافظات كلها. وتم فعلا بدء التنفيذ كمان في محور التعليم في حوالي 12 مركز من إجمالي 51 مركز، وجاري استكمال التنفيذ فيها. طيب هل بالفعل احنا بنقدر نوصل للرضا التام؟ يعني دايما اداريا يقال ان الانسان الناجح هو اللي بيقدر يوصل ما يقوم به من خلال الرضا التام، وهو قياس مدى رضا المواطن بقى على الخدمه اللي بقدمها له. احنا في من خلال مبادره حياه كريمه بنقدر نوصل ونتواصل مع المواطن بعد تقديم هذه الخدمه ونشوف هل هو راضي وبنسبه قد ايه؟ ده حقيقي، ده بيتم من أول بدء المبادرة منذ انطلاقها في عام 2019. وخليني أوضح لحضرتك على المراحل في المبادرة، بقى لها حوالي سنتين ونص ودي السنة الثالثة ليها. يعني مثلا بدء المرحلة 2019 كانت استجابة المواطنين لدى المبادرة نوعا ما ضعيفة لعدم اقتناعهم ان ممكن يحصل اي تغيير ملموس على ارض الواقع. ثم بعد كده حصل تحسن كبير جدا بعد المرحلة الاولى وبدء تنفيذها في عام 2020،
واللي تم استفادة منها 4.5 مليون مواطن بإجمالي استثمارات 13.5 تكلفة عامة، وده على مستوى 375 قرية في 14 محافظة. أما دلوقتي حاليا في عام 2021 اللي هي المرحلة الثانية، ويمكن دي دعمت جدا ثقة المواطنين في الأجهزة التنفيذية على الأرض، وخلتهم فعلا يرجعوا دلوقتي يبقوا عندهم وعي كبير بمدى أهمية إن في تغيير ملموس بيحصل على الأرض، وبدأوا يقتنعوا، والثقة دي بدأت تبقى قوية جدا، وبدأ فعلا يشعروا بتغيير ملموس على أرض الواقع. ده بجانب إن حصل فعلا تغيير من الفقر في معدلات الفقر، حيث نزلت معدلات الفقر بنسبة 14 نقطة مئوية في طبقا لتصريح وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية. فده فعلا خلى المواطنين ان احنا برصد احتياجاتهم اول باول من عام 2019 لحد دلوقتي، وان احنا بنسمعهم في حوارات مجتمعية متتالية، فبنبدأ نعرف المواطنين محتاجين ايه على الارض، وبيتم التنسيق بين ده من خلال المحليات وخلال عناصر الرصد الميداني، مؤسسة حياة كريمة، وزارة التنمية المحلية، والجهات التنفيذية مع الوزارات المعنية بالتنفيذ والجهات المركزية. طيب أستاذة إيه، اسمحينا هنشوف تقرير سريع ونرجع نكمل مع حضرتك. أنا عندي أحلام كتيرة جوا نفسي أحققها كلها. أنا أحس إن نفسي مواطن من البلد دي. السلام عليكم. الحياة فيها نوع من الكرم، فيها نوع من العزة. في كل شبر في أرض مصر خير ما بينتهيش. محروسة كفت ووفت ورسمت قدام عينيها الهدف الكبير، ازاي تسند ولادها وتعيشهم حياة كريمة. نفسي في حياة كريمة. وضربة البداية كانت في 2 يناير 2019 بتكليف من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق مبادرة حياة كريمة لخدمة الفئات الأكثر احتياجاً في كل قرية مصرية. هندخل على مراكز كاملة بالقرى اللي موجودة فيها بتوابعها، عشان لما نخرج منها بفضل الله سبحانه وتعالى ما يبقاش فيها حاجة ناقصة خلاص. وفي 2021 بنحصد جزء من اللي أنجزناه، وأخيراً شفنا ابتسامة المصريين منورة وشوشهم. حياة كريمة نقلتني من مكان لمكان آخر. حياة كريمة بنت بيوت تشطيب كامل، حمام، مطبخ، أوضتين، وصالة. عملوا لي بيت وادوني قارب والحمد لله. والبيت حلو، يخش جوا شوفيه. طب أقول الحمد لله على الحل اللي احنا بنا فيه. يعني محولات، يعني تدعيم للأعمدة، لمنازل للغلابة والمساكين. يكفيني إنه بدل ما يدوني فلوس علموني صرافة حديد. حياة كريمة عملت كتير على مستوى الجمهورية، عملت شغل عملاق كبير. كان المنتفع لما يجي ما بيلقاش طبيب وما بيلقاش ادويه، حاليا بيجي بيتلقى الخدمه من طبيب، من تمريض، بيلاقي الاجهزه اللي محتاجها، بيلاقي الادويه اللي محتاجها. حاسين ان احنا عشنا، احنا بقينا بني ادمين، وحياه اي حياه كريمه. هو الاسم على ما يسمى. الشغل كان ليل نهار، وبعد ما كان الكل بيشتغل في جزر منعزله، اتجمعت الجهود تحت مظلة واحدة، الوزارات والهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وكمان المتطوعين اللي شغالين على الأرض. نفذنا الخطة على مراحل. المرحلة الأولى استهدفت النهوض ب 375 قرية في 14 محافظة، وإجمالي استثمارات وصل ل 13.5 مليار جنيه. وفي المرحلة الثانية هنوصل ل 1500 قرية على 51 مركز في 20 محافظة بمتوسط استثمارات 150 مليار جنيه. دي مبادرة من سيادة الرئيس بصراحة ما حدش ينساها أبدا. ينصر ربنا ويخليه. البلد إن شاء الله ماشية في الاتجاه الصح، وإن شاء الله تبقى أحسن من كده، وندعي للرئيس يا رب ربنا يخليه لنا ويمشي في اللي هو ماشي فيه صح. مصر دي إن شاء الله محفوظة، ومحفوظة من زمان السنين. محروسة والله. في سكتهم ماشيين، ومهما الدنيا بتيجي عليهم دايما راضيين. حياة كريمة، مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لكل مصرية، لكل مصري.
الضحكة الجميلة اللي موجودة في وجوه أهالينا واللي احنا شفناها دلوقتي تدل فعلا على أنهم حسوا أنهم انتقلوا من حياة إلى حياة أخرى، وقد إيه الدولة بتهتم بيهم. أعود إليك مرة أخرى أستاذة آية عمر، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة. يعني أنا شايفة نسبة الشباب، أنت نفسك يعني شابة صغيرة ومتحمسة جدا لهذا المشروع، نسبة اشتراك الشباب في هذا المشروع أو المبادرة يعني قد إيه؟ الحقيقة احنا بدأت الشباب هم اللي أطلقوا الفكرة على سيد الرئيس في عام 2019، وسيادته استجاب لينا ودعمنا بشكل كبير جدا. كنا مجموعة شبابية كتيرة، يعني حوالي 1700 شاب متطوع وبعض منا غير متطوع. بعد كده تم زيادة فتح باب التطوع من قبل مؤسسة حياة كريمة في خلال الشهور السابقة، وتطوع حوالي 20,000 شاب على مستوى المحافظات كلها. كل واحد بقى بيقوم بايه مثلا، مهام ايه؟ يعني هل هم بيبقوا موجودين في المحافظه نفسها اللي بيتم فيها عمل يعني تقديم مساعدات للقرى من خلال هذه المبادره، ولا ممكن يكونوا موجودين في القاهره ويسافروا لها؟ الحقيقة احنا بننقسم لعدة وحدات وفريق عمل متكامل. يعني احنا مؤسسة حياة كريمة لها هيكلها التنظيمي اللي بينقسم فيها للإدارة المركزية اللي بتدير من القاهرة، والإدارة المحلية على مستوى محافظات الجمهورية كلها، ودول مقيمين في المحافظات ومن أهالي القرى بيساهموا في رصد احتياجات أهالي القرى أول بأول، ثم الإرسال ذلك لمؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع الجهات التنفيذية في اللجنة التيسيرية. ده خليني أقول لحضرتك بالإضافة لده أن إحنا مؤسسة حياة كريمة كمؤسسة قامت بإنشاء فكرة مبادرة حياة كريمة، هي حاليا عضو في اللجنة التيسيرية لرئاسة الوزراء التي صدرت من بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2700 لسنة 2020 بالتعاون مع كافة الأجهزة التنفيذية والوزارات والهيئات الأخرى. طيب أستاذة آية قولي لي بقى، يعني وانتوا كده بتعملوا رصد زي ما قلتي للكرة والاحتياجات، ايه اكتر الاحتياجات اللي كانت موجودة في الكرة؟ هل فرص العمل، هل الصحة، هل التعليم، هل بيختلف المحافظة الاخرى؟ يعني قولنا ايه اكتر حاجة كانت موجودة او متعطشين لها هذه الكرة وقدرتوا انها يعني يتم توفيرها، خاصة ان من كلامك قلتي الحمد لله تم تقليل الفجوة الخاصة بالفقر والقضاء عليها نسبيا الحمد لله. صحيح فعلا، هو بيتم اختلاف الاحتياجات حسب كل محافظة وحسب كل قرية وحسب كل مركز. يعني احنا عملنا مؤشرات ومعايير عامة، يتم اختيار المراكز والقرى الأكثر احتياجا وبناء على نسبة البطالة والأمية والكثافة السكانية وعدة معايير أخرى، ولكن بيتم من خلال بتعاون مع الوزارات وجهات الشريكة ان احنا بنرصد احتياجات هذه المواطنين، هذه القرى واحتياجات المواطنين أول بأول، حتى نعرف ما هي الاحتياجات المناسبة وما هي الطلبات التي يجب توفيها للمواطنين. طيب في مبادرة قطار الخير، احنا عرفنا ان برضو في دور مهم جدا لمبادرة حياة كريمة في هذه المبادرة، او بتقوموا برضو بتقديم مساعدات من خلال مبادرة قطار الخير، ايه هو الدور اللي بتقوموا بيه؟ خليني أقول لحضرتك مبدئياً، هي مؤسسة حياة كريمة أطلقت عدة مبادرات في خلال عام، منها مبادرة التصالح حياة ومبادرة رد الجميل على 3 مراحل ومبادرة حماية، ثم جاءت مبادرة قطار الخير اللي هي تم إطلاقها خلال الأسبوع السابق. مبادرة قطار الخير جاءت للتخفيف على أهالي سوهاج من تبعات حادث سوهاج الذي حدث القطار يعني الأليم. فإحنا الحادث ده خلانا نحن نحاول نروح لأهالي سوهاج ونقدم لهم قوافل طبية من كافة التخصصات، ونقدم لهم مستلزمات طبية، ونقدم لهم قوافل غذائية وقوافل خاصة وقوافل بها دواجن وبها بعض المستلزمات الطبية وأجهزة طبية. وده كان جاء بالتعاون مع لأول مرة بين مؤسسة حياة كريمة وصندوق تحيا مصر ومؤسسة صناع الخير وتحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي. ففضل على مدار أسبوع بنقدم لهم هذه الخدمات في 10 مراكز على نطاق مستوى محافظة سوهاج. طيب بالنسبة بقى للمبالغ المادية اللي بتصرف يعني داخل هذه المؤسسة، من الواضح جدا طبعا
عن ان في تكلفه وفي احتياجات اكثر لعدد كبير من الكرة، وكل ما هنتوسع كل ما هنحتاج لمبالغ ماديه اكثر. هل منظمات المجتمع المدني بتشارك بصوره كبيره لتخفيف هذا العبء؟ طبعا منظمات المجتمع المدني عنصر هام جدا في مبادرة رئاسية حياة كريمة، وبتشارك من خلال وزارة التضامن الاجتماعي، حيث شارك فيها في المرحلة الأولى حوالي 23 مؤسسة مجتمع مدني. 23 مؤسسة مجتمع مدني كانوا بيساهموا بحوالي 17% من إجمالي التكلفة اللي بيتم فيها تطوير سكن محور سكن كريم والتدخلات الاجتماعية. ومؤسسة حياة كريمة حاليا بتقوم بإطلاق مبادرات في نطاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وبتساهم بتكلفة وتبرعات خاصة من جاية تبرعات من كافة القطاع الخاص والشركات المختلفة جاية للمبادرة الرئاسية حياة كريم. جميل قوي ان في مجموعة من المبادرات يعني لفت انتباهي لها من داخل المؤسسة. بناء على ايه بتقدموا هذه المبادرات؟ هل بتحسوا ان في احتياج لهذه المبادرة في الوقت ده؟ هل بيبقى في رصد معين من خلال العاملين داخل المؤسسة؟ يعني اوصف لنا ازاي بتوصلوا لهذه النتيجة. الحقيقة بيتم استقصاء زي استقصاء رأي للاحتياجات الخاصة بالمحافظات حسب طبعا كل محافظة. في بعض المحافظات بتكون متضررة مثلا إثر جائحة كورونا، فتم التدخل وإطلاق مبادرة رد الجميل على مراحل ثلاث من عام 2020 لحد عام 2021، وتم إطلاق مبادرة حماية أيضا للمحافظات الحدودية. ده بيتم بناء على دراسة بيقوم بها فريق الرصد الميداني، وبناء على الاحتياجات اللي بتتقدم لنا على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل المتابعين للصفحة. فبيتم رصد فعلا احتياجات الناس، وبناء عليه بيتم التحرك في هذا النطاق ان احنا نعمل معايير ونعمل دراسة وضع لهذه القرى والمراكز والاحتياجات وكيفية توفرها، وما هي الشركات اللي هتساهم في ان احنا نوصلهم فعلا هذه الاحتياجات. وبيتم التحرك بعد دراسة الحالة الميدانية والبحوث الاجتماعية. يعني فيما يخص مثلا مبادرة تصالح حياة كانت بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ومع وزارة التنمية المحلية، وتم دراسة بحث حالة اجتماعية ثم بحث حالة ميدانية لكل الحالات التي بتقوم مؤسسة حياة كريمة بالتكفل بالدفع لها قيمة التصالح. فكل مبادرة بيتم دراسة الوضع فيها على حدة، وبتختلف معالجة الأمر من مبادرة إلى أخرى. طيب في بعض الناس الحقيقة بتتساءل إزاي ممكن يشاركوا في حياة كريمة، يعني في بعض الناس بتقول انها بتقدم مرارا وتكرارا ولكن لا يستجاب لها. هل في أسس معينة لفرد مثلا يشارك في حياة كريمة او يقدم فيها؟ هل في طريقة معينة؟ هل اللي مثلا ما بيوصلكوش ممكن يبقى في طريقة مختلفة للوصول لكم؟ وهل في برضو مواصفات للشخص اللي هيشارك او يتطبق عليه ما يعني مواصفات من يكون يعني تحت هذه المبادرة أو المبادرة الخاصة بحياة كريمة؟ الحقيقة احنا تم فتح باب التطوع في المبادرة الرئاسية في خلال شهرين سابقين، وفعلا تقدم حوالي 20,000 متطوع، وحاليا في متطوعين كتير جدا في المحافظات شاركوا معنا في هذه في العمل على المبادرة في كافة المحافظات والمراكز والقرى المستهدفة. يعني فعلا حاليا دلوقتي معنا متطوعين كتير جدا من خارج المبادرة، من خارج الأشخاص الذي قاموا بإطلاق المبادرة في بداية الأمر. فحاليا في متطوعين كتير جدا، وحاليا بيتم برضو تنقيح المتطوعين حسب معايير محددة، وبيتم تدريبهم وإعادة تأهيلهم وجاري إعداد ذلك. يعني احنا حاليا بيتم عمل برنامج متكامل للمتطوعين ان هم يتم تدريبهم وتأهيلهم للمشاركة في المبادرة الرئاسية ولتنمية قراهم ولتشجيعهم على بناء قراهم بنفسهم، وان هم ازاي يوفوا هذه الاحتياجات وازاي يكونوا رواد في هذه القرى ويبقوا مؤثرين وشخصيات مؤثرة. وده هيساعد جدا في التنمية المستدامة لهذه القرية، لأن احنا دلوقتي بنحاول إحياء الهوية الوطنية لكافة القرى وإحياء قيم المجتمعية الخاصة بهذه المجتمعات المحلية. طيب لكن هل ممكن هذه المبادرة، يعني أنا شايفة أن أنتم بتقوموا بتأهيل المنازل، بتقوموا بتوفير فرص عمل وغيرها من بالنسبة للقرى، لكن هل ممكن تقدم هذه المساعدات لفرد مثلا لوحده، ولا لازم يبقى في مجموعة داخل قرى أو مركز؟
خليني أوضح لحضرتك، هو مش مؤسسة حياة كريمة فقط اللي بتقوم بتأهيل المنازل، ولكن بيقوم بها عدد كبير جدا، أكثر من 24 وزارة وهيئة في اللجنة المنوط بها إدارة المبادرة، وبالتعاون ومؤسسة حياة كريمة هي أحد أعضاء هذه اللجنة. تمام، يعني بيقوم بها عدة جهات تنفيذية، وكمان 23 مؤسسة مجتمع مدني تحت رعاية وإشراف وزارة التضامن الاجتماعي. ده الجانب الأول من السؤال. كان في حضرتك سألتي الجانب الآخر، لو في فرد عايز يستفيد يعني يحصل على معونة مادية أو خلافه من خلال مبادرة حياة كريمة، ده بيتم إزاي؟ هل ده موجود يعني؟ طبعا احنا عندنا جانب محاور، عدة محاور، وهم سبع محاور في المبادرة الرئاسية. سبع محاور من ضمنها محور التدخلات الاجتماعية، واللي بيستهدف فيه تنمية الإنسان والمساعدات الإنسانية التي بتقدم للأفراد بعينهم، وبعض الفئات المستهدفة منها اللي هي كبار السن والأطفال والأيتام والأرامل والمعيلات، المرأة المعيلة. فأكيد بيتم توجيه هذه الخدمات للأشخاص المستحقين، وبيتم ذلك من خلال دراسات ميدانية، ومن خلال استقصاء عن هذه الحالات بتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني. لان في بعض الحقيقة الشكوى اللي موجودة يعني جات لنا لما احنا كنا عايزين نشوف اراء الناس في هذا الموضوع قبل ما نعمل الحلقة، في بعض الناس بتقول انها بتتواصل ولكن ما بتحصلش على المبالغ المطلوبة. هل ده لان مثلا هو خارج الـ يعني النطاق، او ان هو لا تنطبق عليه الشروط؟ هو طبعا بيتم دراسة كل حالة على حدة، يعني لا يجوز ان احنا نضعهم كلهم في بوتقة واحدة، ولكن كل حالة بيتم دراستها على حالة، هل هي مستحقة ام غير مستحقة، بناء على بحث الحالة الاجتماعية، بناء هل يوجد لها دخل اخر من قبل بعض المبادرات الاخرى، بناء على هل له اي ممتلكات اخرى. يعني بيتم بحث حالات فردية على حدة، كل حالة هل هي مستحقة ام لا، وبعد ذلك بيتم استهداف هذه الحالات لان احنا نوفر لها تنميه مستدامه، وليست فقط مبالغ ماليه، لان احنا هدف المبادره الاساسي ان احنا نترك هذه القريه بها تنميه مستدامه. فبنحاول نكون كل المشاريع اللي بيتم اقامتها حتى ان كانت فرديه تكون بها تنميه مستدامه، او نقل اصول انتاجيه للافراد، بحيث يقدر بعد كده يوفي معيشته ويقدر يعتمد على نفسه في هذه، ان هو يحسن مستوى معيشته. يعني مجهود عظيم جدا، بشكرك شكرا جزيلا استاذه ايه عمر، رئيس مجلس امناء مؤسسه حياه كريمه، على هذه الايضاحات. حقيقه ما اجمل ان تتحول الوجوه العابسه الى وجوه مبتسمه ومتفائله وعندها احساس ان الغد افضل. فتحيه الى صاحب فكره مؤسسه حياه كريمه، لان الحقيقه هذه المبادره في غايه الاهميه، لانها حولت الانسان من البؤس والاحتياج الى السعاده والتفاؤل بالغد الأفضل. وده لأن مصر الحقيقة بتهتم بكل مواطن مصري، وبتعتبره مواطن مصري عظيم لأنه بينتمي إلى بلد عظيمة زي مصر. بكرة إن شاء الله منشط جديد مع رانيا هاشم، إلى اللقاء.